رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء من بعد هاي الانشوده، واكيد عرفتوا مين ضيفتنا اليوم. ضيفتنا هي لينو. كيفك لين؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف العطله معك؟ الحمد لله حلوه. حلوه؟ مبسوطه؟ اه. بتحبي يوم الخميس؟ كثير بحبه لانه بعدي بيجي عطله، بس برضه بشتاق للمدرسه بنفس الوقت. شو شعورك انه انت اليوم معنا بالبرنامج؟ كثير مبسوطه، وكثير برضه الشرف اني اكون معكم هون بالبرنامج. حبيبتي الله يسعدك. وشكرا لكم استضفتوني على البرنامج. شكرا لكم. شكرا لك انك انت لبيتي دعوتنا لليوم. لين، سمعنا انك شطوره في المدرسه. احكي لنا كيف تدرسي، كيف يعني، هل يعني الشهره بتاثر على دراستك او لا؟ يعني احكي لنا هيك. بس كنت هيك حابه احكي انه هو هذا سؤال كثير بيسالوني اياه الناس، وبحب احكي هي تقريبا كل حياته. امه صديقته، يعني هي صديقته وبحكي لها كل اسراره وهيك، فمش عندك. انا كثير بحب هذا الكلب. طيب لين، يعني انك حكيت هيك على الماما، بدنا نعرف انت كيف علاقتك في ماما؟ بالزبط. وهي يعني بتعتبرك بنتها ولا صديقتها؟ كيف علاقتك فيها؟ احكي لنا. هلا انا وماما كثير متعلقين بعض، وكمان انا كثير بحبها. وبتذكر لما كنت بايام الروضه، كنت من كتر يعني ما انا متعلقه فيها، كنت ما ارضى يعني اروح على المدرسه. كنت دائما اعيط اول يوم، كنت دائما اعيط واخاف اني اروح من دونها واخليها تضلها معي لمده 5 دقائق وبعدين تروح. وهيك يعني. ف هو مو كل يوم كنت اعيط، هو بس اول يوم كنت هيك شوي متردده يعني. فبس انه هيك انا وياها كثير يعني متعلقين ببعض. وبرضه هي امرات يعني بتمثل انها هي امي، وامرات بتكون هي برضه صديقتي الاولى في الحياه كلها، وهي امي وانا كثير بحبها. بوجه لها تحيه، هي اجت معنا هون. اكيد بنوجه لها تحيه، هي ورا الكواليس معنا. بنوجه لها تحيه من لين، ونوجه لها تحيه مني ومن منن. صحيح يا زين. لين، يعني احنا نعرف انه بابا هو دائما يعني وياك، وده هو ايضا عنده اناشيد ودائما تجمعك بأناشيد. احكيني علاقتك ويا ابوك وايضا ويا مايا. اوكي. هلا انا وبابا كثير برضه يعني هيك علاقتنا كعلاقه، مش ابو بنته، كعلاقه منشد ومنشده، برضه كعلاقه ابو بنته يعني. كما يعني هيك في تواصل بيننا كثير قوي، وانا كثير بحب بابا، بوجه له برضه تحيه. هي هو عم بيحضرني هلا. وكمان بحب اقول انه لما مثلا نختار الاغاني، بابا بحب ياخذ رايي مشان يشوف اذا انا يعني ممكن حبيت الاغنيه او لا. ممكن يكون في عندي تعديلات حلوه على الاغنيه او على الكلمات او على اللحن وهيك. وانا اتصال. يلا.
ألو مرحبا نادية، كيف حالك؟ نادية. طيب نادية، نتمنى انك ترجعي تتصلي فينا كمان مرة لحتى تحكي مع لينو. اكيد لين هلا بيكون في ضغط كبير على الاتصالات، كلهم بيكونوا يعني متحمسين انهم يحكوا معك يعني، لانه انت نجمتهم المفضلة اكيد يعني، ونجمة الوطن العربي المفضل لين. يعني لو شفتي يا ملاك، يعني انا كصفحتي لما اعلن انه لين راح تكون ضيفة الحلقة، ما احكي لك على الكم الهائل من الكومنتات، على كم اللايكات، ايضا على صفحتك يا لين. يعني شفت لما اعلنتي هواية انه واخيرا يا لين راح نشوفك بالمباشر، اخيرا راح نحكي وياك، فاكيد يعني اكو ضغط كبير على الاتصال. نتمنى من الجميع انه يعاود الاتصال بينا حتى يقدر يحكي ويا لين. لين هسه احكي لي، انت شلون تتفاعلين ويا الجمهور؟ انا كثير بحب الجمهور، واكيد انا بوجه لهم تحيه لكل اللي عم بيحضروني هلا. وانا يعني بالنسبه لي الجمهور مو بس جمهور، بالنسبه لي انه هم ايش كثير يعني، ايش كثير كبير، انه نجاح كثير كبير اني انا وصلت له، انه كل الناس صارت تحبني وكل الناس صارت تعرفني. فالجمهور مو اني انا منشده وهم جمهوري وانا اني يعني انا الستار وهيك، لا بالعكس، هم مثل اخواني ومثل مايا ومثل ابوي ومثل امي، كل حدا انا كثير بحبكم. واكيد هذا برضه زي ما حكيت انه هم مو مثل منشد وجمهور، بالنسبه لي هم نجاح كثير كبير انا وصلت له، واكيد حبيته. جميل يعني هو التواضع. يعني زين احكي لي، شو ردة فعلك لما يقولوا لك انه يا لينا نريد ناخذ وياك صوره او وجه لنا تحيه؟ انا كثير بحب لما يقولوا لي هيك شيء، بروح عندهم واكيد باخذ معهم صوره، وهذا مو بس صوره، بناخذ اكثر من صوره كمان. حلو. مشان هم كمان كثير بحبهم انا. صحيح. واكيد يعني دائما بنهايه كل حفله بتجمع علينا الجمهور وكل واحد بده يتصور، فانا كثير بحب هذا الاشي، انه بحب اتصور معهم. اكيد. واوجههم التحيات وهيك. اكيد لين، يعني بتحسيهم هيك عائلتك الثانيه. يعني دائما احنا بنعرف انه احنا لولا الجمهور ولولا تفاعل الجمهور معنا، يعني الصراحه احنا شهرتنا بتصفي ولا شيء، صح؟ يعني هم دائما الداعم، هم دائما اللي بيشجعونا، دائما اللي بيحفزونا على كل شيء. فاكيد نوجه تحيه لكل جمهور الوطن العربي، نوجه تحيه لكل جمهور لين، نوجه تحيه لكل جمهور مينان، لكل جمهوري، لكل جمهور الوطن العربي. بنحكي لكم انه احنا كثير بنحبكم، سواء انا سواء مينان سواء لين. طبعا يا ملاك، خليني شوية أحكي ويلين عن موضوع أو فتشي طريف صار وياك بحفلة كردستان لما طلعتي على الستيج. صار وقعتي؟ صح، وقعت. كنت طالعة على الدرج، فما كنت منتبهة كان في هيك درجة، فما كنت منتبهت لها، فقمت وقعت وبس شوي يعني هيك، بس عادي يعني ما صار شيء. لين الكل عم بيسأل وعم بيستفسر انه شافوا صور لين على الانستغرام انه هي كانت تعبانة، كانت مريضة في المستشفى. فعن جد الكل حابب يعرف يعني، وطمنين يعني يطمنوا عليكي انه شو اللي صاير معك، كيف صرتي هلا، فاحكي لهم. ولا شيء، هو انا كنت بالمدرسه فشوي تعبت، فاتصلت مع ماما واجت روحتني، بعديها تعبت بزياده، فقمت رحت للمستشفى انه اشوف ايش مالي. بعدين رحت وقالوا لي انه لازم يدخلوني مشان يراقبوني. وبعدين اجى الدكتور واكد لي انه بقدر اطلع بعديها بيوم، الحمد وطلعت الحمد لله. يعني بس انا هلا كثير احسن الحمد لله. الحمد لله لين، يعني الحمد لله على السلامه، والحمد لله انك رجعتي لنا بصحه احسن، ورجعتي لينو اللي بنحبها، ولينو محبوبه. انا بالنسبه لي الصراحه لينو محبوبه الوطن العربي. وحنان يا ملاك. وحنان هلا شوفني زعلان. لا وحنان اكيد كل نجومنا وكل نجومنا هم بيقدموا رساله سامية، وجايين هم لهدف، فاكيد احنا بنحبهم، واكيد يعني كلهم واحد. انا بالنسبه لي كلياتهم واحد. طيب اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع فاصل وبنرجع لكم، خليكم معنا. عدنا لكم حبايبنا المشاهدين، وبعدنا مستمرين اني وملاك وانتو ويا محبوبه الجماهير لينو. طبعا اكيد راح نسالها وراح نحكي وياها، وانتو ايضا اذكركم بالارقام الظاهره وين اسفل الشاشه حتى تتصلون وتدردشون وتحكون ويا لين. طبعا يا لينو، شفنا هذا الفيديو كليب اللي انت مسويته، طبعا كلش حلو،
أريد أسألك عن شغلة، شفنا أنه أنت أكثر من فستان طليتي بهذا الكليب، فاحكي لي منو يختار لك فساتينك أو ملابسك؟ ماما، وأكيد أنا بساعدها بالاختيار، وماما وأنا يعني هيك. يعني حلو، يعني تتبادلون الآراء بيناتكم. زين، يعني يا لين، أنا هذا السؤال أطرحه على كل ضيف يجي عندنا بالاستوديو. دائما يا لينو نشوف إنه الطلاب اللي ويانا بالصف ممكن إنه يغارون من عندنا بسبب إنه إحنا الشهرة، بسبب إنه إحنا مثلا أنت فنانة، فنشوف يعني أكو بعض الغيرة. أنت شلون علاقتك ويا صديقاتك؟ أنا علاقتي بيني وأنا صديقاتي بالعكس مش كنجم أو ك يعني ستار بالنسبة لهم، بالعكس كصديقات عاديات مع بعض بالمدرسة، كثير بنحب بعض. ونحن يعني احنا من الصف الخامس مع بعض، هم اجوا جديد على المدرسة وانا كثير بحبهم، بوجه لهم تحية اذا هم هلا عم يحضروني، واكيد بوجه للمدرسة تحية بذكر المدرسة وبحبهم كثير. اكيد يا لين، يعني احنا ايضا نوجه تحيه لكل جمهور وصديقات لينا واصدقائها، لانه يعني فعلا نشاهد انه يا لين او ملاك وجمهورنا العزيز انه الصديق دائما هو يعطينا الدعم. مثلا اني اوجه ايضا تحيه لصديقاتي قبل ما نطلع مثلا على المباشر، يقولوا لي يعني اليوم احنا بانتظارك، اليوم كلش متحمسين حتى نشوفك، فانت قولي لي اكيد هم يدعموك صديقاتك. اليوم انا قلت لهم انه اليوم عندي لقاء وهيك، فصاروا يقولوا لي انه بالعكس انبسطي ونحن رح نحضرك، وطبعا يعني بعطوني الدعم اني انا انبسط كثير واني انا اكون متحمسه اني انا اكيد رح اكون متحمسه اني جاي، بس انه قصدي انه اكيد ايوه بعطيني دعم اني انا اصير مبسوطه كثير 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 ومتحمسه اني احكي مع الجمهور واللي بحبوني كثير. حلو. طيب لين، هلا الناس هيك بتحب تعرف كيف علاقتك في مايا؟ انا ومايا مثل اخوات، كثير بنحب بعض، كمان انا كثير بحبها وهي كثير بتحب تلعب معي، لدرجة انه يعني كل يوم خميس نلعب مع بعض، لازم نلعب مع بعض، عنا زي هيك العاب فلازم نلعب مع بعض وانا كثير بحبها. فانه انت دائما هيك يعني بتعملي عمرها وبتلعبي معه هيك. يعني عنا اتصال. الو مرحبا، من وكيف حالك؟ الحمد لله، كيفك انت مالك؟ شو علي؟ الحمد لله. هيلين تفضلي. الو بتين. كيفك يا منال؟ الحمد لله. منوى منوى لي. منوى. اوكي. منوى كيفك؟ ليه طلعت من السكرات؟ تفضلي تفضلي. عم تسمعك لين. ليه طلعت من السكرات؟ ليش قناة نون تسكرت؟ قناتنا ما تسكرت، بالعكس صارت بث مباشر على اليوتيوب، هو مباشر يعني مو بس أغنية أو أغنيتين مثل التلفزيون، بس صار على اليوتيوب. عملنا تشانل بصير فيها مش بث مباشر. طيب منو، مشكرك على اتصالك. زين، يعني لين دا نشوف هواية دا يسألون عن موضوع قناة نون، يعني أكيد راح ترجع القناة ولكن بعد فترة قصيرة، وأكيد لكم أعمال وكليبات جديدة، احكي لنا شنو تحضيراتك؟ عندي أنا كليبات جديدة وأعمال جديدة أكيد، طبعاً جديدة ما بقدر أحكي عنها إشي. مفاجأة. طبعاً مفاجأة، وأكيد أنا برضو زي ما حكيت قبل شوي إنه أنا كثير بحب أختار الأغاني مع بابا وهيك، فاخترنا هيك مجموعة أغاني حلوين ورح نصورهم قريباً بلوك جديد، لأنه هلا أنا كبرت شوي عن يعني لين زمان. لين صغيرة. أيوه لين صغيرة، فهلا كبرت صرت لين الكبيرة، صار في إلي لوك جديد، وطبعاً رح ننزل أغاني بلوك جديد، تصوير جديد، كل إشي مختلف. حلو شعور إنك تحسين نفسك تكبرين. حلو. زين، يعني يا لين، يعني رغم الشهرة الواسعة اللي انت بيها، هواية من الجمهور يعرفوش، تطمحين انه الوصول للعالمية لدرجة انه كل العالم يعرفك؟ زين، عندك قدوة معينة بعالم الفن؟ احد تقتدين بي يعني؟ بابا اكيد. 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 يعني. اكيد. زين، لعد بابا لو ماما تحبين اكثر؟
مثلا لا 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 خلينا نحاول هيجي شويه نستفسر بالليل. يعني مش لانه ماما معنا ورا الكواليس. هلا هو رح احكي انا الحقيقه بصراحه. هلا هم التنين بقدموا لي شيء بالحياه، فلدرجه انه انا ما بقدر مثلا احكي انه انا بحب ماما اكثر، يعني بتقدم لي شيء اكثر من بابا، او انه بابا بحبه اكثر لانه بيقدم لي شيء اكثر من ماما. بالعكس، ماما بتقدم لي الحب والحنان، بابا بيقدم لي كل شيء بالحياه انا بدي اياه. فانا كثير بحب بابا وماما، التنين نفس الشيء بقلبي وانا كثير بحبهم. اكيد لين بنوجه لهم تحيه كثير كبيره وبنحكي لهم يعني الله يخلي لكم لين وتضلوا تاج فوق راسها يا رب. صحيح. زين يعني يا لين احنا نشوفك دائما لما تطلعين على الستيج او المسرح نشوف هوايه جمهور يضل يصرخ لين ولين ولين. انا مثلا اشرين لين اخذي صوره ويانا. انت شلون مثلا قالت لي لما استضافتنا وارا قالت لي انا اقدم لهم المايك وخليهم يغنون وياي، انت احكي لي. هم مراتهم بطلب مني اني اخليهم يغنوا، طبعا انا بخليهم يغنوا، مراتهم بطلب مني اني اسلم عليهم برضو. بسلم عليهم وبطلب مني مراتهم اني اتصور معهم، فهيك يعني بتصور معهم. فكتير انا بحب لما يطلبوا هذا الشيء، بخليني انا اني انا يعني فخوره باللي انا اللي وصلت له، خليني فخوره انهم هم بحبوني، خليني فخوره هم فيهم. اكيد كتير بيعطيكي داعم نفسي. بالضبط. طبعا بعدنا مكملين وياك يا احلى لينو، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير وراها نرجع ونواصل ويا برنامجنا الحلو اللي يتميز بمتابعينا الحلوين بيت الالوان. ورجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء بعد ما سمعنا هاي المشهود الاكثر من رائعه، ومكملين مع لين. لين كيف حالك من اول جديد؟ طبعا يا لين يعني هاي الانشوده كلش حلوه، وانا من الناس اللي شفتيني يعني ترد اغني وياك، ويعني بيها تفاعل بيها حركه. انت ما تتعبين بتصوير فيديو كليباتك؟ لا لاني بنبسط وانا بصورهم، لانه لما نصور بحس حالي انه خلص في عالم جديد، في عالم الانشيد، في عالم الانشاد، في عالم الكليبات، كله كاميرات. وبالعكس هذا الاشي ممتع، لانه زي ما شفتوا منحط نحن معنا بلي دانسرز او هيك شيء. فانا هيك بحب انه هم يكونوا يرقصوا في اشياء مشجعه بعملها. أيوة. التصوير وهيك تنبسطوا. طيب الين، يعني احنا كان موضوعنا قبل ما انت تيجي عن الادخار، احكي لنا عندك حصاله بالبيت تحطي فيها مثلا جزء من مصروفك؟ عندي وحده على شكل قدس. يعني الاشياء اللي انت تحبيها يعني تشجعك اكثر انه انت تدخلين المال. زين عمرك فكرتي، يعني بما اني طرحت هذا الموضوع عليك، فكرتي او تفكرين تسوين اغنيه عن الادخار والاموال؟ حلو. يعني ننتظر جديدك ان شاء الله. ان شاء الله. زين يعني يا لين نشوف هوايه من الناس او الاطفال خصيصا انه يصرفون مثلا، يبذرون بالمال، يبذرون بالمياه، فانت شو تنصحيهم شو توجهيهم؟ اكيد هذا شيء خاطئ صح؟ اكيد لما يصرفوا المي او المصاري على شيء مو مستاهل، مثلا انك ممكن تفوت تغسل ايديك قبل ما تاكل بعدين تنسى المي مفتوحه، هذا الشيء كثير غلط، لانه ممكن يقلل من المي. نحن بالصف الثالث او الرابع ما بعرف، اخذنا زي بحصه العلوم اخذنا شيء عن اسراف المي، لو صار يعني لو قلت المي شو ممكن يصير بالعالم وزي هيك. او ممكن لين الاطفال يفرشوا اسنانهم زي ما بنشوف ويتركوا المي، يتركوا المي مفتوحه ويفرشوا، لا يخلصوا. مزبوط. هذا الشيء كثير غلط. أنا يعني متأكدة الآن إنه هواية من الناس راح يلتزمون بالأشياء اللي قالتها لين، لأنه لين تعتبر قدوة عند العديد من الصبايا، الأطفال. مزبوط. أو الشباب أيضا. يعني حلو هذا الشعور. لين نلاحظ إنه أغلب النجمات أو الفنانات يوصلهم هدايا من الجمهور، شنو شعورك؟ بيكون شعوري كتير حلو. لما انا رجعت من المستشفى حدا بعت لي زي بوكي ورد وكب كيك مكتوب عليه اي لاف لين، وطبعا كثير حبيته. وانا طبعا على طول بنزل على السوشيال ميديا من كثر ما انا بكون متحمسه لهذا الشيء انه اشوفه واخليه ذكرى عندي، وهذا الشيء بذكرني انه
وبضل عندي ذكرى، ومو بس انه ذكرى، بضل كل مثلا ما اروح على برنامج، كل ما اروح انه اعمل فيديو كليب، بيكون انه هذا الشيء بطبع عندي انه الناس بتحبني والناس متشوقة انها تشوفني، بحمسني زياده وبيخلي عندي ثقه اكثر، بما انه اصلا عندي ثقه بنفسي. طيب لين، يعني عصيرة الكب كيك والحلويات، احكي لنا كيفك مع الحلويات؟ تاكلي حلو؟ بس كثير كثير بحب الحلو، بس برضه ما بكتر مشان اسناني. برضه يعني بحب الحلويات، وبرضه كمان يعني ما هم بتعرفني انا كثير 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 بحب اطبخ الكيك، الكب كيك، اي شيء يعني زي هيك. انا كثير بحب اطبخ، فمرة عملت زي كب كيك، وكل يوم بجرب وصفه وهيك. يعني انا كل خميس او كل جمعه او كل سبت لازم انا ومايا نطبخ شيء. ما بستنى منك كب كيك لين. خلص اوكي. ما تخربطين بالمطبخ يا لين. قبل ما تجاوبين على هذا السؤال، خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو، مرحبا. الو مرحبا. للأسف على الاتصال، للأسف يعني ضغط كثير على الاتصالات، يعني لهذا السبب انه احنا يعني مدى يضبط الشبكة ويانا ومدى نلقط الاتصال. عشان دا اسألك، يعني انت قلتي لي انت ومايا دائما تطبخون وتحبون تسوون فد اكلة او كب كيك، فقولي لي يعني لما تخلصون تنظفون المطبخ وراكم؟ واكيد ماما بتساعدنا، لانه مش كثير احنا يعني ممكن ما نعرف وين هذا الشيء بتخبى، فبنروح نسال ماما. اكيد ماما بتكون بتعرف اكثر منا في اشياء المطبخ، فاحنا دائما بنسالها. وكمان بحب احكي شيء، انه انا ومايا دائما انه عندنا نفس المريول، فمايا دائما لما نطبخ بتقولي لا ممنوع تطبخي الا لما تلبسي هذا المريول. فيعني يا انه يا بتعصب علي يا انه لازم البسه. لازم تلبسيه. واحده الثانيه. عندنا اتصال. الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من ويانا؟ ياكم اسراء. اسراء، شلونك اسراء؟ تمام؟ الحمد لله. تحبين تحكين ويا لين؟ نعم تفضلي. هي لين. الو الو، السلام عليكم، كيفك يا اسراء؟ وعليكم السلام، منيحه. انت يا اسراء، شو اكثر اغنيه بتحبيها لالي؟ الو الو، نسمعك يا اسراء. اسراء، للأسف انقطع الاتصال معنا، نتمنى انك يا اسراء ترجعي تتصلي معنا. هاي المخرج بيحكي لنا في ضغط كثير كبير على الشبكة، للأسف عشان هيك مش عم يزبط معنا ولا اتصال، فيعني اللي بتصلي يجرب يحاول اكثر من مرة لنهاية حلقتنا. يعني لين، شنو رأيك نختم وياك بانشودة؟ يلا. انا حابة كنت من قبل ما اجي اغني لكم زي الماما انا. يلا. زي الماما انا متلا بدي صير، رافع وبتعلم منها اشياء كتير. زي الماما انا متلا بدي صير، برافقها وبتعلم منها اشياء كتير. زي الماما، زي الماما، زي الماما انا. زي الماما، زي الماما، زي الماما انا انا انا. الله حلو. الله يخلي لنا ماما يا رب، ويخلي كل امهات الوطن العربي. صحيح، جميل جدا. انا اشكرك يا لين على حضورك ويانا اليوم، وشرف كبير انه ببرنامج بيت الالوان انه انت تكونين ويانا. للاسف يعني وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. اذكركم مشاهدينا انه انتم تقدرون تتواصلون ويانا على صفحات البرنامج، وانا ايضا عندي صفحه اسمها منن العزاوي. ونلقاكم الحلقه القادمه على الساعه الخامسه. كلمتي الشهيره اللي هي انا احبكم كل هوايه. تابعوني كل خميس وخليكم ويايا. أكيد بنشكر لين لأنها قبلت دعوتنا، وبنحكي لها عن جد شكرا. لاقونا إن شاء الله في الخميس القادم، مني أنا زميلتكم ملاك الطريرة أجمل تحياتي، إلى اللقاء. باي.